أما وزير الإنتاج الحربي الدكتور محمد العصار فقال إن أهمية المؤتمر تكمن في مناقشته ملف المياه الذي يعتبر عنصرا أساسيا في خطة التنمية، مشيرا إلى أن الاستعانة بالعلماء في الخارج يؤكد توجه الدولة للاستفادة من كل الإمكانات المصرية. وتأتي أهمية هذا المؤتمر باعتبار المياه أحد ملفات الأمن القومي المصري في ظل التحديات التي تواجه مواردنا التي حبى الله بها مصر، والتي تحتم علينا الحفاظ عليها وتنميتها من أجل تحقيق الاستفادة القصوى للأجيال القادمة، وهو ما يعكس تضافر مؤسسات الدولة المختلفة لتحقيق أقصى استفادة لربط العقول المهاجرة والعلماء بالخارج بالوطن الأم، والاستعانة بخبراتهم ونقلها لشبابنا الواعي لحل القضايا والمشكلات التي تتعلق بالتنمية بهدف تطوير حياة المصريين في جميع المجالات وفقا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.